المنطقتهم وابتدوا يقدموا لهم خدمات، وابتدى الموقع ده تحول الى اذاعه، وابتدت الاذاعه تحول الى منبر لاهالي شبراخيل، وهم نفسهم النهارده بقوا مهمومين ومشغولين بمشاكل بلدهم بطريقه كبيره جدا. وده الدور اللي احنا بنحلم بيه لكل الشباب. احنا النهارده ما نتكلش على الدوله بس في حل مشاكل، لا هم بيحلوا المشاكل بيدي. انا اعرفكم عليهم، معايا الاستاذ محمود الرجيلي وهو مدرس. اهلا بك. اهلا بحضرتك. طبعا انت يعني برضو يعني في الاذاعه، يعني عندك طبعا اذاعه بالظبط. لا انا عايز اوجه شكر لحضرتك انك اتحت الفرصه دي لينا عشان نوصل افكارنا للساده المشاهدين، ونتمنى ان شاء الله الحلقه تعجب جميع المشاهدين. انتوا منوريني وانا فخور بيكم جدا. ومعايا الاستاذ سامي عبد ربه مراسل صحفي. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. ومعايا الاستاذ محمد الطحان محاسب، وهو بقى ايه يعني ده يعني دايما هو مهموم بمشاكل الناس. يعني قبل الاول انا بتكلم معاه هتلاقيه عنده كلام كتير جدا عن اهالي شبراخيل، وكلام كتير هنتكلم فيه معاهم كلهم طبعا. هبتدي معاك استاذ محمود. يعني النهارده بنتكلم عن شبراخيل اليوم. طبعا استاذ سامي هو اللي انشا الموقع في البدايه، ولكن عايز اخد منك فكره كده، انتوا جات لكم الفكره ازاي؟ اتقابلتوا ازاي؟ اتجمعتوا ازاي؟ احنا كنا بنعاني ان في جروبات كتيره على الفيسبوك ما بتقدمش القضايا الحقيقيه اللي بتمس الناس، فاحنا حاولنا اننا يعني ننشئ جروب يجتمع فيه كل الناس اللي بتحب شبراخيل، ويبداوا يناقشوا مشاكلها، ويبداوا يتواصلوا مع الجمهور بحيث يقدموا للناس الحلول المتاحه اللي ممكن تتم، ويتواصلوا مع الساده المسؤولين باكبر قدر ممكن باذن الله، وبحيث ايه يعني يبقى زي منبر او وسيله تواصل بين المسؤولين وبين اهل شبراخيل. يعني بس السامي حضرتك اللي انشات الموقع في البدايه قبل ما تتجمعوا كلكم مع بعض، وكانت الفكره من عندك. يعني انت اصلا مراسل صحفي تعمل في مهنه الصحافه، محتك بالناس، محتك بهموم مشاكلهم، كلمني الفكره جات لك ازاي في البدايه؟ اولا عملت كذا جروب، يعني مثلا جروب عن الصحه، جروب مثلا عن الخدمات، ماشي كذا جروب، بس في الاخر جمعتهم عن طريق جروب واحد، وحبيت ان اسميه شبراخيل اليوم. هو اسم عبقري بصراحه. الاسم حتى فني يعني. اساسي بالظبط. شبراخيل اليوم. فطبعا عشان اعمل حاجه زي ديت لازم الناس تساعدني. مثلا يعني مجموعه. لازم تبقى مجموعه. طبعا مجموعه من الشباب. جروب وانتوا جروب. مش اي شباب مثلا، مثلا يعني اللي بتخاف على بلدها. ايوه. ماشي. الناس